السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. اولا اخواني، كنعتذر منكم الخبر ديال حمد الله اللي طلع مجرد اشاعه، واللي درت خطا انني ما تحققتش من الخبر قبل ما نحطه في القناه، فبالتالي كنعتذر منكم بزاف، كنعتذر منكم بزاف، وكنتمنى انكم تقبلوا الاعتذار ديالي، واحتراما لكم كنعاود نجدد الاعتذار ديالي. باش ما نطولش عليكم، نبقاو الان مع اهم عناوين حلقه اليوم. قرار جديد للطوسي بعد إبعاده عن الإدارة التقنية. السبب الحقيقي لرفض أوشن تعيين الزكي في الإدارة التقنية الوطنية. فوزي لقجة يتدارك الخطأ وينصب بدو الزكي في الجامعة. تقارير صحفية تؤكد اقتراب العربية من الدورية السعودية. ريال مدريد يهنئ أشرف حكيمي بحصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا ويؤكد تتبعه وخطوتها من أجل إعادتها. مدرب ألمان يونايتد يضغط على إدارة النادي لجلب زياد ومهاجم أياكس هذا الشهر. فوزي لقجة يتصدى لمزدوجية الجنسية ويشكر حكيم زياش وأشرف حكيمي. بند سري في عقد حكيمي يمنح الأفضلية لدورتموند للتعاقد معها. طلب رشيد الطوسي المدرب السابق لمجموعة من الأندية الوطنية وآخرها فريق أولمبيك خريبكا وكيل أعمالي بمناقشة العروض التي كان قد توصل بها في وقت سابق بعد أن بات بعيدا من الالتحاق بالإدارة التقنية الوطنية. وأوضح مصدر مؤكد أن قرار الوزير روبرت أوشن القاضي برفض التحاق الطوسي بالإدارة التقنية للمنتخبات الوطنية فرض على هذا الأخير الاتصال بوكيل أعمالي من أجل فتح المفاوضات مع الأندية التي عبرت عن رغبتها في التعاقد معه خلال الآونة الأخيرة. وكان المدرب السابق للمنتخب الوطني الأول والأولمبي قد رفض في وقت سابق مناقشة مجموعة من العروض التي توصل بها من أندية جزائرية وسعودية كونه كان مرشحا للانضمام إلى الإدارة التقنية الوطنية إلى جانب بدو الزكي قبل أن يعتذر المدرب الويلزي عن ضمهما، بداعي أن الطوسي لا يمكنه أن يشغل مركز منصب تطوير كرة القدم الوطنية وهو الذي كان في وقت سابق مديرا للإدارة التقنية الوطنية. كشفت مصادر مطلعة أمس الأربعاء أن المدير التقني الوطني أوشن رفض رفضا قاطعا التعامل مع بدو الزكي. وذكرت المصادر ذاتها أن اختلافا كبيرا في وجهات النظر ظهر مؤخرا بين بدو الزكي وروبرت أوشن جعل الأخير يرفع تقريرا رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقشع ويؤكد فيها عدم رغبته في التعامل مع بدو الزكي الذي كان صارما في مجموعة من Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go Every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on till I let go
أن ريال مدريد يتقف خطوات أشرف حكيمي ويود إعادتها إلى ريال مدريد الصيف المقبل. أكدت صحيفة بليدر الألمانية اليوم الخميس أن بروسيا دورتموند يمتلك أفضلية طفيفة للتعاقد نهائيا مع اللاعب المغربي أشرف حكيمي في ظل اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بخدمته. وتنتهي إعارة أشرف حكيمي لبروسيا دورتموند في يونيو المقبل مع عدم احتفاظ النادي الألماني بخيار شرائها حسب الاتفاق المبرم بين ريال مدريد في صفقة انتقال المغربي صيف 2018. ويحتفظ النادي الملكي بقرار حسم مستقبل حكيمي باستعادته أو بيعه لأحد الأندية المهتمة به في الميركاتو الصيفي 2020. كما أوضحت صحيفة بليدا أن بروسيا دورتموند سيكون الخيار الثاني للمغربي بعد خيار العودة إلى ريال مدريد، إذ حصل على أفضلية التعاقد معه في حال قرر ريال مدريد التخلي عنها هذا الصيف. وأشارت ذات المصادر أن إحدى بنود العقد الذي وقعه حكيمي مع دورتموند يتيح للنادي الألماني التفاوض أولا مع ريال مدريد قبل أي نادي آخر، وهذا ما حدث بالفعل بحيث بدأت المحادثات بين الطرفين لتحديد مصير اللاعب الذي قيل أنه قد يكون إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل. وضع سولشكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ثنائي أياكس أمستردام الهولندي فان دي بيك والمغربي حكيم زياش على رأس قائمة اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم هذا الشهر من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وحسب صحيفة إكسبريس البريطانية نقلا عن صحيفة إسبان العالمية، فإن سولشكاير أخبر إدارة النادي بأنه يرغب في التعاقد مع اللاعبين المذكورين من أجل تعزيز الخط الأمامي وحتى على تقديم عرض رسمي للنادي الهولندي من أجل جلبهما في الميركاتو الحالي. وأكد المصدر نفسه أن الهولندي الشاب داني فان دي بيك يعتبر سولشكاير الخيار الأول والمستعجل للفريق، وذلك بعد فشل التعاقد مع إيرلينغ هالاند المنتقل حاليا لبروسيا دورتموند الألمانية. الشبكة شددت أيضا على أن زياش يعتبر هو الخيار الثاني لفريق الإنجليزية وسيكون من الأفضل ضمهما معنا هذا الشهر حسب ما قاله سولشكاير لإدارة النادي. ومن المفترض أن تكلف صفقة الثنائية في حال تمت أزيد من 110 ملايين أورو، تقدر قيمة فان دي بيك 60 مليون أورو مقابل 50 مليون أورو للمايسترو المغربي. في الوقت الذي يختار فيه بعض اللاعبين البارزين في أوروبا اللعب مع المنتخب الوطني المغربي، يماطل آخرون في مسألة الاختيار وينتظرون لغاية عدم دعوتهم من قبل بلدان الإقامة ليعبروا بعدها عن رغبتهم في اللعب مع أسود الأطلس. ومع ارتفاع عدد اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين باتوا يترددون في حمل قميص المنتخب الوطني المغربي، وجه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أوامره للكشافة الاتحاد ولمسؤوليها من أجل الحذر في طريقة التعامل مع اللاعبين الذين ترعرعوا في أوروبا وعدم تمهيد طريق للانضمام للعناصر التي لا تظهر منذ الوهلة الأولى رغبتها في اللعب مع المنتخب الوطني المغربي دون مزايدات. وكشفت صحيفة الأخبار المغربية بأن فوزي لقجع تلقى اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين المغاربة الممارسين بأوروبا ذو الجنسية المزدوجة من أجل إلحاقهم بالمنتخب الوطني المغربي بعد عدم المنادة عليهم من قبل المنتخبات الأوروبية، ما جعله يتخذ قرارا صارما يتجلى بالتصدي لكل اللاعبين الغير متحمسين لاختيار حمل ألوان المنتخب الوطني المغربي وعدم فتح باب التفاوض معهم. وبحسب ذات المصادر فإن فوزي القجع نوه في اجتماع مؤخرا بمسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم باللاعبين الذين لا يساومون في أمر اختيار اللاعب مع المنتخب الوطني المغربي ولا يطالبون مقابلا ماديا من أجل ذلك، مؤكدا بأنه فخور بعناصر مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي الذي تركوا هولندا وإسبانيا من أجل اللعب مع المنتخب الوطني المغربي. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدا إن شاء الله.